بونجور واضح، أنا اسمي أنطوني نحول، عمري 24 سنة. I'm an LAU student graduate بالBSN Computer Science، وبنفس الوقت أنا هلأ بالوقت الحالي Head of Development Department ببور بيروت، وبنفس الوقت عندي شركتي الخاصة بالسوفتوير ديفلوبمنت. بقول له بابا انه طيب انا هلا بلا ايدين واجرين، بس هل حيطلع لي ايدين واجرين بعدين؟ من اول ما انا خلقت واهلي كانوا مأمنين انه لازم انا اكون مثل باقي الاولاد بالمجتمع، من هيك ربيت على هذا الاساس، ربيت انه لازم تقاتل لتحصل على الاشي اللي بدك اياها. تقدر اوصل، كان في صعوبات بالتعليم، كيف بده يتعلم، كيف بده يكتب، كيف بده يشرب، كيف بده ياكل، كل هدول الصعوبات. منو كان التعليم؟ اهلي سندوني، مثلا بالاول اواز هوم سكولد، دان انتقلت على التستان بوينت تو بوينت بالمدرسه، دان بالجامعه رحت دايركتلي وكنت احضر صفوفي هنيك حديت ما تخرجت الحمد لله، وهلا I'm working in my jobs. أنا بكره كلمة حرام. كلمة حرام بيجي للناس اللي ناقصهم شيء عادة، بتقول حرام ما عنده بيت، حرام ما عنده أكل، حرام ما عنده شرب، بس كتر خير الله. أوكي أنا بدون إيدين وإجرين بس الحمد لله عندي كل شيء، فكتر خير الله على كل شيء. لازم الواحد يكون مقتنع ولكن طموح.